يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انا معايا تليفون مهم جدا. طبعا هو دايما موجود معانا ودايما في قلوبنا كاهلاويه، ولكن بالنسبه لنا هو صديق عمر وواحد من اقرب الناس الى قلبي ومن اقرب الناس الى قلوب كل الاهلاويه، النجم الكبير الصخره، الصخره الحقيقيه وائل جمعه. ازيك يا نجم؟ مساء الخير يا اسلام، ازيك عامل ايه؟ مساء الفل عليك وعلى كل حاجه حلوه، اخبارك ايه؟ اهلا بك يا اسلام، واهلا بكل المشاهدين قناه الاهلي والناس اللي بتتابعك، وعجبني اللغه العربيه بتاعتك جدا. ايه رايك يا نجم؟ بتعلم منك بتعلم منك. لا جميل والله. لا 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 بتعلم منك، ده احنا بنقعد نتفرج على الاستوديوهات عشان نتعلم منك يا نجم. حبيبي حبيبي يا اسلام، ربنا يخليك. اخبارك ايه يا اولى؟ كله تمام؟ الله يسلمك. اولا انت يعني انت لو دخلت كل يوم قناه الاهلي مع كل الناس، الناس كلها هتقعد تسمعك، لان الناس بتحبك، لان انت راجل صادق وراجل عندك دايما دايما النادي الاهلي وحب النادي الاهلي واضح عليك. طبعا يا اسلام، مهما اتكلمنا على النادي الاهلي طبعا مش هنوفي النادي الاهلي حقه، ولا اللي ادهولنا النادي الاهلي طبعا. يعني ما تخلينيش اتكلم في النقطه دي، انما سيبنا نبقى فرحانين باللي النادي الاهلي بيعمله. لا بالعكس، لا 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 بالعكس، انا عايزك تتعلم. عارف ليه يا كابتن وائل؟ لانه الناس الولاد الصغيرين اللي بيتفرجوا على قناه النادي الاهلي بيبقى دايما محتاجين مثل، والمثل كابتن وائل جمعه مثل مهم جدا لكل لعيبه النادي الاهلي ولكل محب للنادي الاهلي. فبالتالي لا، احنا محتاجين نتكلم في الامر ده، ومحتاجين نعرف هو ايه اللي بيعمله النادي الاهلي عشان يوصلنا لكده. يعني اللي بيعمله النادي الاهلي يا اسلام ان بيدخل الفرحه والسعاده لبيوتنا كلها. النادي الاهلي في كده في الاغاني بتاعت النادي الاهلي مقوله بتقول النادي الاهلي علمني احب الحياه، فدي يعني حاجه لما تفكر فيها وتشوف المعاني بتاعتها تخليك تعرف يعني ايه تحب الحياه، تشتغل ازاي، تحب شغلك ازاي، تخلص لشغلك ازاي، تخلص للمكان اللي انت بتحبه ازاي. فطبيعي ان هتلاقي النجاح موجود، وتحت النجاح ده اسلام في حاجات كتير جدا، اصرار وتصميم وعزيمه ورغبه وكل حاجه موجوده تخليك تحب الحاجه اللي انت بتعملها، وبالتبعيه بتحب الحياه اللي انت عايشها، وبتحب المكان اللي انت بتنتمي له، وبتحب كل حاجه في حياتك يعني. فدي كلها معاني احنا يعني الحمد لله عشناها جوه النادي وعشناها بره النادي كمان، لما الواحد بعد كمان الواحد بيشوف الصوره بشكل مختلف يا اسلام طبعا، وبتشوف المحبه الحقيقيه بقى من الناس، بتشوف الناس مش بتعاملك ان انت النجم، ان انت الاسطوره، ان انت اللاعب لسه. انت بتشوف المعامله بعد ما بتبطل على اللي انت قدمته وعلى اللي انت يعني قدمته للنادي اللي انت بتنتمي ليه. تمام وائل، خلينا بقى نروح لكاس العالم للانديه وفرحه جمهور النادي الاهلي. شفناك كنت قاعد يعني قد ايه فخور وقد ايه مبسوط باسم النادي الاهلي واللي اتعمل، ولكن هناك حملات الحقيقه خلال الفتره السابقه بتحاول تزعزع الثقه اللي موجوده عند جمهور النادي الاهلي، تقول لك انتوا يعني ما لعبتوش فريق قوي، كل الفرق اللي انتوا لعبتوها هي فرق ضعيفه. ما رايك في هذا الكلام؟ والله يا اسلام الكلام ده بيرد على الناس دي، يعني هم بيردوا على نفسهم. انا مش عايز اذكر فشل في وقت فرحه وفي وقت نعم. نجاح. ايوه، لان النادي الاهلي تجاوز صعوبات كتيره جدا جدا عشان يوصل للمرحله دي، وانا واحد من الناس اللي عاشت المراحل دي كتير، وانت واحد من الناس اللي عاشت المراحل دي، وعارف الصعوبات ازاي عشان تبقى بطل. عشان تبقى بطل بتلعب في اجواء صعبه، بتسافر سفريات صعبه جدا، بتكسب منافسين كلهم ما فيش واحد فيهم مش متحفز ليك يا اسلام، ولا عنده الرغبه ان هو يكسبك ويكسرك ويعني ويدوس عليك. فانت وصولك لقمه الهرم الكروي في المشاركه في كاس العالم للانديه دي كانت انت بطل، انت جاي تكرم في البطوله دي. انت مش بتتنافس مع حد، انت دي بطوله تكريم ليك على ريادتك وعلى صدارتك وعلى فوزك ببطوله القاره بتاعتك على كل الفرق اللي معاك. فاللي بيقول الكلام ده عايز يفطس فرحتك، عايز بالزبط. يقلل من فرحتك، عايز يخسف بفرحتك الارض، مش عايزك تعيش لحظات فرحه، وده طبيعي يعني عادي. ده بيحصل يعني دايما. اكيد طبعا. اللي بيحبك يا سامة تلاقيه بيكبرك وفرحان عشانك،
واللي مش بيحبك كله هتلاقيه يعني بينتقدك وبيفطسك ويقول لك ده انت بتلاعب فرق ضعيفه، ده انت بتلاعب منافسين ضعاف. لان هو اساسا ما وصلش للمرحله اللي انت فيها دي، ما يعرفش يعني ايه البطوله اللي انت بتلعبها، يعني ما يعرفش يعني ان انت انه يلعب كاس عالم الانديه مع ابطال اوروبا وامريكا الجنوبيه واسيا والابطال القارات كلهم موجودين في بطوله مجمعه. ايوه. فده حاجه فخر وشرف لينا كاهلاويه، وحاجه اسعدت كل المصريين يا اسلام. وانت شفتوا طبعا الجمهور المصري اللي في الدوحه هنا، والشكل الجميل والشكل اللي فيه حب واخلاص للنادي بتاعه. وانا اللعيبه معذوره جدا جدا ان طبعا الكورونا حرمتهم من مشاهده جمهور الاهلي الحقيقي يا اسلام. الملعب ده هتلاقيه الملعب بيشيل 60,000، كنت هتلاقي 60,000 في الملعب موجودين يعني يحتفلوا مع اللعيبه دي، واللعيبه دي برضو لغايه دلوقتي انا اشوف ان هم ما شافوش جمهور الاهلي على حق. لا لسه طبعا محتاجين، طبعا كانوا محتاجين الملعب يبقى مليان، كانوا محتاجين الناس كلها تكون وراهم، والناس نفسها ان هي كانت تكون موجوده، انما ظروف طبعا الكورونا والاجراءات الصحيه المتبعه لنجاح البطوله هي اللي حرمت الجمهور كامل من التواجد دي. وائل، كان احساسك ايه لما الشناوي صد الكره الاخيره بتاعت فليب ميلو لاعب نادي بالميرس؟ والله يا اسلام انا نطرت من على الكرسي وانا قاعد. ايوه يعني وائل يا جماعه، بالمناسبه كنت بتكلم معاه كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي انا بقعد الف يعني بيني وبين، انت بيتك قريب جدا من الفندق الاقامه اللي كان، ما فيش 5 دقايق. فما كنتش عارف حتى تروح الفرقه، وكنت حاسس ان انت يعني في حاجه غلط. انا مره واحده رحت اسلام والشرطه وقفتني قدام الفندق وبياخدوا البطاقه بتاعتي وحضرتك مين، هم عارفيني بس لازم طبعا يعملوا الاجراءات دي نتيجه الـ 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 الشده في حمايه البعثه وعدم اختلاطهم بحد، الاجراءات الاحترازيه اخذوا بكل الاسباب. طبعا فلا لا الوضع كان صعب جدا، وصعب عليا انا كمان يا اسلام، عارف اللي هو ايه، انا النادي جنبي الدنيا كلها جنبي وانا مش عارف اعمل اي حاجه، مش عارف تعمل حاجه. انما يعني الحمد لله كان في تواصل كل يوم بيني وبينهم كلهم، لعيبه وكابتن ومحمود وكابتن سيد وكلهم يعني، وحتى في المباريات اللي لما كنت ببقى متواجد في الاستوديو كنت ببقى مصورينك وانت فوق وهم تحت، يا عيني مش عارفين يوصلوا البحر. ايوه. يعني الموضوع صعب قوي. صعب جدا والله يا اسلام. طبعا كان صعب جدا، انما الحمد لله يعني ناس فرحانه جدا كلها هنا بوجود الاهلي كمسؤولين ومنظمين، ويعني رئيس الفيفا رئيس الاتحاد الدولي يشيد بنجاح البطوله بسبب جمهور الاهلي. ده يبين قد ايه النادي الاهلي عظيم بجمهوره ولاعبته وادارته وانجازاته يا اسلام. ابرز المكاسب اللي خدها النادي الاهلي من هذه البطوله من وجهه نظرك يا كابتن وائل؟ يعني والله يا اسلام البطوله دي كلها مكاسب للنادي الاهلي على كل النواحي، تسويقيه وفنيه واداريه وكل حاجه، كل حاجه النادي الاهلي انا اشوف ان كانت كلها مكاسب. ايوه. اولا رجع اسم النادي الاهلي يدوي تاني في كل العالم، شفت وكالات الانباء والاهتمام الاعلامي الكبير جدا وعلى كل القارات يا اسلام، شفت الناس بتتابع ازاي وردود الافعال عامله ازاي لما تلعب قدام بطل اوروبا والفريق اللي محدش قادر عليه في اوروبا الموسم اللي فات بارقام مرعبه، تواجهه بس بغض النظر عن النتيجه وبغض النظر عن، انما انت يعني كل لعيبه حتى العالم الكبار اللي كانوا موجودين مدعوين في البطوله اتكلموا على النادي الاهلي بشكل يشرف الواحد المنتمي للنادي الاهلي، ان النادي الاهلي كان منافس صعب على بايرن. نعم. الناس اللي بتنتقد اداء الاهلي قدام البايرن، انا كنت مبسوط باداء الاهلي قدام البايرن يا اسلام. ايوه. والمباراه دي من ضمن المكاسب الفنيه بقى ان هي هتنقل لاعبتنا دول لحته ثانيه خالص يا اسلام. مظبوط. كانوا محتاجينها. اللعيبه دي ما شافتش يعني كاس عالم للانديه، ما تعرفش يعني ايه ان انت كلاعب نادي اهلي تلعب كاس عالم للانديه كلهم. هو مش حد لعب كاس عالم للانديه، اخر مره كان 2013. فلما تروح مره واحده هتعرف وتاخد خبرات وتاخد الاجواء وتاخد فما بالك بقى ان الخبره كمان ان انت طلعت ثالث العالم. بالظبط. فبقول لك دي هتدي له تقل للعيب من دول لما يجي يلعب قدام البايرن يا اسلام، ويجي يلعب في افريقيا مثلا مع كل الاحترام للانديه اللي موجوده، لا هتلاقي
مستوى الثقه مرتفع، وانا وانت الكلام اللي احنا بنحكيه ده طبعا عشناه وشفناه وحسيناه، فاهم؟ فانا لما بتكلم وانت لما بتسمعني انت برضه فاهم وحاسس انا بقول ايه. مظبوط. فالناس مزبوط. كمان اللعيبه دول لما يخوضوا التجربه دي هتلاقي مستوى الثقه عنده مرتفع جدا، وده اللي احنا كنا مفتقدينه فنيا زي فرقتنا دي ولاعبتنا ان هي توصل للدرجه دي. فدي نقطة مهمة جدا جدا فنيا، خبرات كويسة جدا للعيبة وثقة كبيرة جدا جدا. اللعيبة اللي كانت فاقدة الثقة في نفسها قبل كأس العالم للأندية وأدت بشكل كويس، شوف مستواها هيبقى عامل ازاي بعد كأس العالم للأندية دي خلال مباريات الدوري وخلال مباريات دوري أبطال أفريقيا. النتيجة دي هتحمل اللعيبة مسؤولية وثقة كبيرة جدا في الدفاع عن اسم النادي الأهلي بكل ما اوتوا من قوه اسلام عشان يرجعوا تاني للمكان ده، المكان اللي هو كاس العالم للانديه، لان هو شاف اهتمام، شاف يعني تركيز كبير من العالم مع البطوله دي. نعم. فدي من ناحيه المكاسب الفنيه، وفي نفس الوقت تدي كمان لموسيماني ثقه كبيره وللجهاز اللي معاه انه يشتغل ويعني يعرف طموحه هيوصل لفين يا اسلام، لان موسيماني المره اللي فاتت اللي راح فيها كاس العالم للانديه راح مع سان داونز وخد مركز سادس. سادس مظبوط. فلما يروح مع النادي الاهلي وياخد مركز ثالث دي برضه تديله ثقه، واحنا بنتكلم في مدرب ما كملش 3 4 شهور مع النادي الاهلي. مظبوط مظبوط. فيعني لا البطوله فيها مكاسب كبيره جدا جدا جدا. مكاسب ماليه كمان، خدت 2.5 مليون دولار يا عزام. انت بتاخد كانك فزت باثنين دوري ابطال افريقيا. مظبوط مظبوط. فيعني بص المكاسب احنا بنعددها قد ايه. فانما بالنسبه لي وجود النادي الاهلي في قطر وفوزت مشجعي النادي الاهلي اللي كانوا مشتاقين يشوفوه دي حاجه بالنسبه للناس اللي هنا كبيره جدا جدا، حتى بالنسبه للمسؤولين اللي نظموا البطوله بقول لك الناس كانوا فرحانين ومنبهرين جدا. لا جمهور النادي الاهلي يبسط اي حد. يبسط اي حد الحقيقه، وعظمه كبيره جدا. والا لو خدتك لمقارنه، مش مقارنه ما بين الاجيال، لان دايما النادي الاهلي جيل بيسلم جيل، ولكن خلينا نتكلم عن نسخه 2005 و2006 من كاس العالم للانديه ونسخه 2021. النواحي الفنيه، الامور الفنيه جوه الملعب ما بين كل الفرق، وهل من الممكن ان يتم تغيير نظام البطوله خلال الفتره اللي جايه من وجهه نظرك؟ طبعا انا سمعت موضوع تغيير نظام البطوله ده، وبصراحه انا يعني انا اشوف ان هو هيفقد البطوله دي قيمتها يا استاذ اما تزود عدد الفرق. انا وجهه نظري كده. أوكي. يعني هتفقد البطوله دي قيمتها شويه. هي زي ما قلنا هي بطوله تكريميه، بطوله للابطال القارات، فكل ما انت تبقى مع الابطال بس تبقى يعني قيمتها بتزيد بتهيالي. يعني بتظل القيمه كما هي، يعني ان انت بتلعب ابطال القارات الاخرى. ايوه بالظبط. وبعدين كمان لما تزود عدد الفرق في البطوله دي فعدد المباريات هيزيد، وقت تبقى صعب قوي ان المشاركه ب 24 فريق مثلا زي ما سمعنا هتحتاج وقت اطول يا سام. وقت انت ما عندكش ارتباطات، عندك دوريات بتشتغل على طول، عندك منتخبات بتلعب في وقت الراحه. فانا اشوف ان هي يعني مش هتبقى يعني انت من وجهه نظرك تظل كما هي، يظل نظام البطوله كما هو. طيب لو مقارنه بقى اتفضل. نقطة المقارنة، أنا يعني زي ما أنت ذكرت أنا ما بحبش المقارنات بين لا ما بتكلمش على الأجيال، لا خالص خالص. أنا بتكلم على يعني إحنا في 2005 و2006 و2008 واللي بعد كده المستوى الفني و12 و13، المستوى الفني للفرق كلها كان زمان أفضل، دلوقتي أفضل. 2005 كانت إيه؟ 2006 2021 الموضوع اختلف ولا لأ؟ بص هو بالنسبه لي الافضل يا اسلام كانت نسخه 2006 لان للامانه يعني كانت ما كانش فيها غلطه. الفريق قوي ومتكامل في كل المراكز. اللعيبه عندها خبرات، اللعيبه كانت ممكن بسهوله جدا توصل للمباراه النهائيه. وانت لو تفتكر مباراه ده كان هيحصل المباراه انترناسيونالي، عملنا مباراه كان فرقه انترناسيونالي دي قوية جدا 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 يا اسلام، ومن اقوى الفرق اللي هي اللي فازت بالبطولة كمان. مظبوط. على حساب برشلونة. يعني فريقنا الحالي فريق مميز جدا، ولكن انا ما زلت ان بقول النادي الاهلي بيبني فرقته. فالبناء ده معناه ان انت عندك نقاط لسه محتاج تقويها.
فاحنا عندنا بعض المراكز دي زي ايه يا وائل؟ قول لنا برضو يعني انا من وجهه نظرك. لا زال راس الحربه يا اسلام. انت الشغل اللي الفريق بيعمله شغل مميز جدا في الدفاع وفي وسط الملعب، انما انت محتاج اللي يبلور شغلك ده، انت محتاج اللي يحط الكوره في الجول، انت محتاج اللي من نص فرصه يا اسلام يجيب لك جول. فدي احنا كان في 2006 لو تفتكر كان معانا فلافيو، كان فلافيو ومتعب يعني ومتعب فلافيو ومتعب وابو تريكا وبركات وراهم. فبركات لا من اقل فرصه، من اقل فرصه كانت بتخلق فرصه. مظبوط مظبوط. فده ما زال احنا محتاجينه يا اسلام في الناحيه الهجوميه عندنا. ايوه. لان البطولات دي بتبقى صعبه جدا، صعبه جدا عليك ان انت بتلعب فرق منظمه وتكتيكيا منضبطه جدا ولعيبه محترفه يا اسلام احتراف كامل 100%. لو لقيت لعيب في المباراه بيغلط باصين او ثلاثه ورا بعض بيبقى الموضوع بالنسبه له حاجه مزعجه. مظبوط مظبوط. فدي النقطه اللي يعني اللي ما زالت لسه احنا بنبحث عنها، وان شاء الله النادي يوفق في الموضوع ده في فتره الانتقالات اللي جايه. او فما زال الفرقه يعني انا بقول لك ما زالت الفرقه محتاجه. زي ما انت بتقول كده راس حربه في الوقت اللي احنا فيه حاليا لغايه بقى ما نشوف، لان دايما الفرق الكبيره وائل برضو عشان ده ما يبقاش، لان احنا عندنا الحقيقه رؤوس حربه جيدين جدا سواء مروان او بواليا او كذا، ولكن دايما الفرق الكبيره محتاجه واحد واثنين وثلاثه وباشكال مختلفه. في المقارنه وكان لازم نتكلم بصراحه. لا طبعا، ما هي الصراحه دايما بتودينا للصح، الصراحه دايما بتقول لنا ايه. انما احنا طبعا احنا مع اللعيبه اللي موجوده ووراهم طبعا، بنشجعهم وبنسندهم يا اسلام، لان في النهايه ده لاعب لابس فانيله النادي الاهلي. مظبوط. لازم كلنا نبقى وراه، ويعني مش معنى ان هو موفق غير موفق في فتره من الفترات ان هو لاعب سيء او كده، انما انا بتكلم على ان انا يعني عايز حاجه يعني توصلني للهدف اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، وهو ان انت تبقى يعني تتنافس مع الانديه العالميه. الانديه العالميه تمام. وائل خلاص انت بقيت مصنف عالميا يا اسلام، والناس عارفه مين الاهلي. لما كاكا يطلع يتكلم على الاهلي، ولما ماسكيرانو يتكلم على الاهلي، واللعيبه الدوليه كلها اللي تبقى موجوده. انا قاعد بتفرج على المباراه وجنبي كافو يا اسلام احسن باك يمين في التاريخ، صح؟ قاعد بتفرج جنبي على المباراه، ف يعني الناس كلها دلوقتي عارفه اسم الاهلي، فده معناه ان انت وصلت لمرحله العالميه. طيب كابتن وائل، امبارح كان معايا بدر بانون على الهواء مباشره، ايه رايك في بدر وفي تكوينه وفي اسلوبه وفي طريقه لعبه في الملعب؟ يعني من اكبر المكاسب صراحه لينا في البطوله دي بدر. يعني الو بسمعك يا وائل، اتفضل. الو، بقول لك يا اسلام من اكبر المكاسب في البطوله بتاعتنا دي هو بدر. لعيب عنده شخصية ولعيب مميز جدا وهادي في الملعب جدا، مش بينفعل، مش بيتوتر، بيوجه الناس اللي جنبه بشكل كويس. ودي كلها صفات قيادة سام احنا محتاجينها صراحة. هو وأيمن أشرف عملوا بطولة كبيرة جدا جدا مع الشناوي طبعا على المستوى الفردي يعني، انما بقيه اللعيبه كلها قدمت مجهود كبير جدا كلهم. مش عايز اخص حد بالذكر، انما دول كانوا الثلاثه بالنسبه لي كانوا واضحين جدا جدا في ادائهم ومستواهم. الصراحه كلهم عملوا مجهود كبير، انما دول كانوا متميزين اكتر بالنسبه لي بصراحه. وانا يعني بقول لك بدر من مكاسب النادي الاهلي البطوله دي، وان شاء الله يستمر معانا فتره طويله باذن الله. ان شاء الله. يعني مرحله البناء دي انت بتحتاج النوعيات اللي زي بدر كده وزي ايمن. ايوه. وائل برضو اخيرا كلام عن علي معلول خلال هذه الفتره، وانا باصر دايما على هذا الموضوع لان علي معلول واحد من افضل الاجانب اللي جم مصر خلال ال 20 30 سنه الاخيره الحقيقه في النادي الاهلي وفي مصر كلها، ولكن اليومين اللي فاتوا تحديدا وبعد مباراه بايرن ميونخ قال لك اصل علي بيهرب او بيحاول يهرب من الماتشات، ايه رايك في هذا الكلام؟ لا، كلام مش منطقي طبعا ومش سليم خالص. علي شخصيه انا قلتها في الاستوديو اسلام في المباراه الاولى، علي شخصيه تليق بالنادي الاهلي، وعلي قائد بدون شاره في النادي الاهلي، ومستواه معروف وشخصيته معروفه واداؤه معروف مع النادي الاهلي. ومش هو ابدا اللي يهرب من مباراه. اكيد حصل له اصابه او حصل له هيقعد اسبوعين. خوفه على الفريق يعني يخليه ان هو يعني ما يستمرش في الملعب،
واستمراره في الملعب وهو مصاب ممكن يخسر الفريق. فاعتقد ان هو خروجه من الملعب ممكن يكون لمصلحه الفريق انه ينزل واحد او يؤدي واحد. وده شفناه لما ايمن لعب كامل قوته كان الوضع مختلف. جيد. تنصحه بايه بقى يا وائل؟ تنصحه بايه في مثل هذه الاشاعات اللي بتطلع والكلام لما بيتسمع برضو كلامك او كلام نجم كبير زيك بالنسبه لعلي؟ اعتقد ان ده بيبقى شيء جيد يعني. يعني علي لعيب خبره ولعيب كبير يا اسلام ويقدر يتعامل مع النقطه دي ويكفي حب جمهور النادي الاهلي ليه. مظبوط. وهو ده المفروض يقفل ودانه عن اي حد تاني غير جمهور النادي الاهلي، لان احنا مش شويه واحنا جمهورنا كتير جدا جدا وجمهورنا كبير جدا. فيكفيه حب جمهور الاهلي بس، واي حد بيقول عليه كلمه سيئه وكلمه وحشه اكيد هو عنده الخبره ويقدر يميز ويعرف هدف الشخص ده من ورا الكلام ده ايه يا اسلام. ايوه. انما يكفيه حب جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي وجمهوره عارف انتماء علي للنادي الاهلي ازاي. ايوه. وهو واحد من الناس اللي انا بقول لك من مكاسب النادي الاهلي ومن الافراد اللي تحب ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي لاخلاصه وانتمائه للنادي وحبه لمصر وكلامه على النادي الاهلي وكلامه على زملائه وكلام زملائه عليه كمان. مظبوط مظبوط. مفيش واحد فيهم غير لما بيتكلم عن علي معلول الحقيقه يعني وبمنتهى الجديه. انت بتقيس حب مقدار اللاعب ده وانتمائه للنادي من ردود افعال زمايله عليه. مظبوط. بيتكلموا عليه وعلى تصرفاته وعلى طريقة أداؤه. أنا عمري ما شفت علي حصل مشكلة منه من ساعة ما جه النادي الأهلي، ولا اتعصب على حد ولا حد اتعصب عليه، وزي ما بقول لك قائد بدون شارة. فهو يعني شخصية جميلة ونتمنى أنه هو يفضل في النادي الأهلي لآخر يوم في الملعب إن شاء الله. أخيرا يا كابتن وائل، محمد الشناوي لو حابب تقول له كلمة في هذا الوقت الهام جدا تقول له إيه؟ أقول له موفق دايما الشناوي و قائد يستحق قياده النادي الاهلي في المشوار الفتره اللي احنا فيها دي. انا كلمته بالتليفون لما كان هنا ويعني شناوي من الناس المخلصه جدا للنادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي جدا يا اسلام. عنده خبره وعنده هدوء، والنقطتين دول بالنسبه لي هم اهم صفه لازم تكون موجوده في لعيب النادي الاهلي. مزبوط. عنده الشخصيه وعنده الخبره وعنده الهدوء، ودول اللي يخلوك تبقى عارف انت بتعمل ايه وحاطط رجلك فين. فالشناوي بيمتلك الثلاث حاجات دول يا اسلام، بيرد بادائه في الملعب، لا عمره زعق للعيب في الملعب ولا وجه حد بطريقه عنيفه وبيتكلم بهدوء، واللعيبه بتحبه. ودي من النقاط الاساسيه زي ما بقول لك سلوكيات اللعيبه مع بعض. انا من اهم النقط اللي انا لاحظتها في المجموعه دي يا اسلام. ايوه. ان هم بيحبوا بعض المجموعه دي بامانه، يعني بيحبوا بعض، لان مفيش معلم فيهم. مش معلمين، كلهم بيحبوا النادي وكلهم بيحبوا نفسهم، فعايزين يعملوا حاجه لنفسهم وللنادي. طبعا طبعا. فدي نقطه مهمه جدا، والقائد بتاع المجموعه دي هو اللي بيقدر ينظم القصه دي. والشناوي انا لما نزلت اجازه الفتره اللي فاتت قابلته في الاوضه عند الكابتن سيد واتكلمت معاه وشفت موقف كده. طبعا انا ما ينفعش اقوله، بس عرفت ان هو ده القائد المناسب للنادي الاهلي في الفتره الحاليه. اخيرا، انا كل شويه اقول لك اخيرا ولكن الكلام معاك ممتع وائل. اخيرا، لا بجد اخيرا النهارده تحت امر النادي الاهلي كله. طبعا. اخيرا كلمه بقى بيوجهها النجم الكبير واسطوره كره القدم المصريه كابتن وائل جمعه لجمهور النادي الاهلي ومساندته الفعاله والرائعه خلال الفتره السابقه والفتره القادمه. طبعا انا طبعا بشكر جمهور النادي الاهلي جدا يا اسلام على المسانده والدعم الكبير. اتكلم على الناس اللي موجوده في الدوحه طبعا، مشجعي النادي الاهلي في الدوحه اللي وقفت ورا النادي ووقفت ورا اللعيبه. بصراحه كانت واقفه اللعيبه محتاجاها. أيوة. اللعيبه كانت محتاجه ثقه ومحتاجه دعم كبير، ولقوه هنا يعني انا يعني في الجمهور المصري اللي موجود هنا. فمصر طبعا انت عارف الواحد مش محتاج انه يشيد بالناس. أيوة. الناس عندها النادي الاهلي قبل اللعيبه وقبل اي حد وقبل اي اسم موجود داخل النادي الاهلي. شعار النادي الاهلي بالنسبه لجمهورنا هو الاساس وهو اساس نجاح النادي الاهلي. فبشكر الناس كلها اللي ساندت ووقفت ورا اللعيبه، وانا دلوقتي واحد من المشجعين دول يا اسلام. كلنا انا فرحان وفخور بالنادي الاهلي وباللي بيعمله النادي الاهلي،
واتمنى ان شاء الله دوام الانتصارات للنادي ورفع اسم النادي في كل مكان، لان اسم النادي كل ما يرتفع كل من هو قريب من النادي او منتمي للنادي هتلاقي اسمه بيرتفع كمان معاه. مظبوط. انا بشكرك يا نجم على وجودك معانا، دايما بتشرف وبتنور، ودايما كل قلوب الاهلاويه متعلقه باسم النجم الكبير وائل جمعه. انا بشكرك يا نجم على وجودك معانا، كابتن وائل جمعه احد اهم واحد اساطير كره القدم المصريه والنادي الاهلي.